كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نكمل الـ inner ear function بعد ما خلصنا outer and middle ear function. أوكي، هلأ الـ inner ear إحنا عارفين إنه هي بتتكون من two parts أو two systems، اللي هم الـ vestibular system الخاص في البالانس والـ hearing system. فعندي لو بدنا نبدأ في الـ vestibular mechanism، اللي نرجع كتذكير إنه إحنا هلأ عم نحكي عن physiology، يعني عم نحكي إنه كيف الأذن عم بدها توصل الصوت للـ brain من غير ما يفقد خواصه، وكيف إنه عم ينتقل من أكتر من medium لميديوم، ومن غير ما يخسر الانرجي أو إلى آخره، زي ما وضحنا في الـ outer ear والـ middle ear. هلأ كـ vestibular mechanism، عندي أنا الـ vestibular system بياخد معلوماته من أكتر من مكان، البالانس system بياخد معلوماته من أكتر من مكان. يعني أنا حتى أكون متوازنة لازم أخد مش بس من الـ vestibular system الموجود في الأذن، إني أنا هلأ مثلاً الـ semicircular canals تمام، يعني أو الـ utricular saccule باللينير acceleration، أنا بحاجة إني أخد معلومات من أشياء أخرى. زي شو؟ زي عندي البروبريوسيبتيف سيستم. اوكي، البروبريوسيبتيف سيستم بعطيني انفورميشن عن شو؟ عن اللوكيشن اوف ذا بودي وذين ذا سبيس. يعني البروبريوسيبتيف سيستم فعليا بيعطيني عنده سنسيتيفيتي للبودي بوزيشن، يعني وين انا موقعي والى اخره. تمام، فاحنا هون عنا عم نحكي عن البروبريوسيبتيف سيستم، انه بيعطيني انفورميشن عن اللوكيشن تبع البودي، فهذا واحد من اللي بيعطوني information لل balance system. كمان من وين بياخد ال balance system معلوماته؟ من ال muscle spindle afferents، يعني مثلا ال muscles الأطراف اللي بودوا، يعني مثلا أطراف الأصابع، أصابع الإيدين، هدول بيعطوني معلومات لل balance. أوكي، عن طريق إنهم هم رح ياخدوا المعلومات ويودوها للدماغ as a afferent system. وبرضو عندي الفيجوال انبوت، يعني انا لما عم بفتح عيوني وعم بشوف اني انا في مكان ثابت او انا قاعده او انا واقفه، بتعطيني معلومات عن البالانس، اني انا هلا مش دا، يعني اني انا هلا متوازن، انا هلا قاعده. فكل هذا الفيجن بتساعدني اني انا اودي معلومات للبالانس سيستم. وايضا اللي احنا البارت اللي رح نحكي عنه بالاكثر اللي هو الفيستيبولار سيستم، عن طريق السيمي سيركل كنالز اللي هم روتري، اللي هم الـ 3D directions زي ما حكينا بالفيديوز اللي قبل، وعن طريق الـ utricular saccule اللي هم linear acceleration زي المصعد والأشياء العمودية والأفقية. أوكي، حكينا إنه الـ vestibular system بيعطيني الـ major input، يعني هو أكتر واحد بيعطيني input للـ balance. أوكي، فحكينا إنه أكتر إشي بيعطيني معلومات عن البالانس اللي هو الفيستيبولار سيستم. هلأ الفيستيبولار سيستم as we said إنه السيمي سيركل كنال بيعمل responding للروتري موفمنت، الحركة الدوار، واللي هي angular، يعني إذا جاتكم مصطلح تاني روتري موفمنت أو الانجولار موفمنت. هلأ شو فكرة الروتري موفمنت؟ هلأ السيمي سيركل كنالز تمام مش هي مختصة بالروتري موفمنت، فلما بيجي المريض عنده الدوخة تبعته بيوصفها إنها روتري ديزنس، يعني إنه عم بيدوخ، بيشوف الدنيا زي كأنها دوار، زي كأنه عم بتلف فيه. أوكي، فهون إحنا بناخد المشكلة إنه أوكي أنت عندك مشكلة، بدنا نتأكد إنه بالسيمي سيركل كنالز وإنه هاي المشكلة بتخصنا. أي وصف تاني للدوخة مش دوار ما بتخصنا إحنا بالأذن. أوكي، كون لها مشاكل تانية، لكن احنا اللي بيهمنا لما بناخد كيس هيستوري اذا قالنا البيشنت انه عنده الدوخه على شكل دوار، مش انه بحس حاله غير متوازن، بحس حاله بده يوقع، هاي ما بتهمنا بالهيرنج وبالفيستيبولار سيستم بالسيمي سيركل كنالز، لانه هي مختصه بالروتري موفمنت، سو الدوخه حتكون روتري. اوكي، each canal is at right angle to the other، زي ما حكينا بالاناتومي كيف ترتيب الكنالز to others. اوكي،
The movement of the body can be detected by combination of output of the sensory components and the crista ampullaris. إنه هون بيحكي لنا إنه حركة الجسم ووضعه راح أخده كإنفورميشن مش بس من الكريستا أمبولاريس تمام اللي هي vestibular system، راح أخده ككومبينيشن من الأوتبوت اللي بتعطيني السنسوري كومبوننت زي ما حكينا الفيجن والسبيندل أفرنس والهيرينج وهاي الأشياء، برضو الكريستا أمبولاريس، فهي كومبينيشن مش إشي واحد، يعني أكتر من إشي مشترك سوا. Okay, as the head rotates, the fluids in the semicircular canals tend to remain in the same place. قبل ما نكمل, tend to remain in the same place. يعني بده يضله في مكانه. عم بمانع الحركة. It is inertia. Okay? فأنا فعليا شو بصير عندي؟ أنا لفيت راسي. لما لفيت راسي, الفلويدز اللي في semicircular canals شو عم بيعمل؟ عم بيعمل inertia. يعني عم بحاول إنه ما بده يلف مع راسي، عم بحاول إنه يعاكس اتجاه حركة راسي، تمام؟ فبالتالي في عندي أنا السيليا activated لأنه صار أنا عندي movement للفلويد، فالسيليا directly بصير لها activated لأنه الفلويد اتحرك. فكمان هاي بالنسبة لإحنا حكينا عن الروتري يعني semicircular canals، أما اليوتريكل والساكيول إحنا بنحكي عن linear acceleration. فلما مثلا الهيد صار له during body linear movement، يعني مثلا كنت راكب مصعد طلعت نزلت كذا، فبصير عندي او head tilting، بصير عندي activation لليوتريكل والساكيول، حنشرحهم بالتفصيل. فنرجع للcentral nervous system، بيعمل interpretation learning adaptation compensation، تمام؟ هاي أشياء يعني متقدم شوي عليكم لأنه حتاخدوها بالبالانس، بس هون أنا اللي بيهمني بهاي السلايد إنه مثلاً أنا كبالانس سيستم من وين باخد الانفورميشن تبعتي؟ حكينا كومباينيشن، باخد من السوماتوسنسري، حكينا باخد من الفيجن، أوكي، باخد من الهيرينج، باخد من الفوت سول بريشر. الفوت سول بريشر كيف فكرتها؟ يعني أنا الفوت تبعت الرجل بتحس بالإشي اللي واقفة عليه. يعني مثلا لما أنا لو مغمض عيوني ومسكر ديناي بس واقفة على مخدة، تمام؟ فبحس من الفوت سول بريشر إني أنا واقفة على مخدة، تمام؟ فهاي بتبعت معلومات إني أنا هلأ مش متوازنة، إني أنا مش واقفة على أرض مستوية، أنا واقفة على مخدة. فهاي برضه بتبعت معلومات زي ما حكينا، مثلا الهيرينج، إني أنا هلأ سامعة إنه والله في صوت بحر، ما بعرف، صوت سيارات، فيعني بتساعد somehow إنه هي بتبعت معلومات للبالانس. والكريفسيبتورز اللي هم زي ما حكينا اللي هم السنسوري ريسبتورز، الكريفسيبتورز يعني اللي هم السنسوري ريسبتورز زي الحرارة وهاي الأشياء، واللابيرينث as we said before. أوكي، هلأ هادول الأسهم الفايتة ودوا لي المعلومات للبالانس سيستم وحكوا لي يا عمي أنا هاي كل الأشياء اللي ساعدتك فيها وهاي معلومات البالانس اللي بتلزمك، هلأ أنت إيش بدك تعمل؟ إيش الأوتبوت اللي رح تعطيني إياه؟ رح يعطيني إياه عن طريق ثلاث شغلات. أول إشي الجسم شو رح يعطي؟ رح يعطي بالانس كنترول، رح يعمل كنترول للبالانس تبعته إنه هلأ يعني مش رح يوقع ببساطة، رح يعمل بالانس، ورح يعطيني معلومة اللي هي spatial orientation، يعني رح يعرف يعني زي كأنه عم بيحدد موقعه الجسم إنه هو قاعد هو واقف، يعني بصير aware بالبيئة اللي حواليه. سوري. وبرضه بيعطيني image stabilization لأنه already أنا فوتت vision كinput، فرح يعطيني output image stabilization. كيف مثلا؟ هلأ أنا دايخة هلأ، تمام؟ لما أنا بكون دايخة إذا أنا مغمضة عيوني رح تزيد الدوخة، هاد بنلاحظه حتى بالبالانس، بنصحكم تنزلوها مادة لطيفة جدا بالفحوصات، إنه لما المريض بغمض عيونه بتزيد النستاغمس اللي هي حركة العين اللي بتدلني على الدوخة. ليه؟ لأنه فعليا فقد أحد المعلومات اللي بتساعده على التوازن، فقد الفيجن. الفيجن بتثبت لي image stabilization، تثبيت الرؤية. فلما الإنسان بيدوخ بنلاحظ إنه مباشرة لا إراديا
بيفتح عيونه، لأنه لما بيفتح عيونه وبيشوف البيئة اللي حواليه بيشوف إنه الغرفة ثابتة بس أنا عم بتحرك، فهاي بتساعده إنه تخفف من الدوخة، لأنه بصير إنه في معلومات عم تبعت للدماغ إنه أنت هيك شايف هاي الغرفة ثابتة بس برضو أنا عم بدوخ، فبصيروا زي كأنه بيخففوا من بعض. أوكي، فحكينا الاوتبوت حيكون balance control, spatial orientation and image stabilization، وهدول الثلاث أشياء المهمين بالتوازن. أوكي، هلا أنا اتحركت، تمام؟ شو اللي صار بالسيمي سيركونال كانالز؟ أول إشي أنا تحركت روتري موفمنت، فالإندولمف شو رح يعمل؟ رح يتحرك، لأنه السائل أنا حرك لفيت راسي، السائل رح يتحرك. لما تحرك السائل هون شايفين حرك مين الإشي اللي شاده؟ حرك الكيوبولا، تمام؟ فالإندولمف causes the movement of the cupula، لما تحركت الكيوبولا هي بشو ماسكة الكيوبولا؟ ماسكة في الهير سيلز، فالهير سيلز رح يعمل shearing movement. shearing movement يعني الحركة اللي هيك، تمام؟ هيك زي كيف زي ما وصفنا وصفات الدكتورة قبل، اللي هي العشب اللي جوا البحر لما بتتحرك الموجة بتحرك معها، فإحنا بدنا نعتبر الكيوبولا زي الموجة، اتحركت نتيجة حركة الاندلمف وحركت الهير سيلز as a shearing movement، بالتالي الكريستا امبيولاريس حيصير لها activation، وهاي كلها نتيجة movement للسيمي سيركل كانال مع البودي موفمنت، تمام؟ يعني تحرك البودي فسيمي سيركل كانال أعطت هاي الرياكشن كلياتها. أوكي، فإحنا هون عندي نفس الفكرة، هاي الكيبولا، هاي السيمي سيركل كانال داكت، وهاي عندي صار أنا الروتيشن هيد، صار يعني هو لف راسه وصار عندي acceleration، فالكيوبولا صار لها هاي هون اترست، شايفين اترست؟ اترست الكيوبولا مستقيمة والهيرسلز مستقيمين وكل شيء تمام. لما صار عندي هون روتيشن للهيد، هاي روتيشن للهيد، اول شيء شو صار عندي؟ صار عندي shearing movement او bending للكيوبولا، حركت الهيرسلز زي شايفين هون مستقيمين، هون صار لهم hearing عفوا shearing movement. اوكي، فهون انا عندي نفس الفكره في اليوتريكل والساكيول لما بدنا نحكي عن linear acceleration، يعني هون طلعوا upright of the utricle، يعني صار عندي حركه upright. اوكي، فلما صارت عندي هاي الحركه طلع شو اللي صار؟ اول اشي الاوتوكونيا هي اللي حكينا عنها، الاير ستونز الاحجار هدول انثنوا، اتحركوا يعني اتحركوا باتجاه الحركة تبعت الراس، فبعدين حركتهم هاي راح تأثر على الستيروسيليا، الستيروسيليا بتتحرك باتجاه الكاينوسيليم، يعني الكاينوسيليم راح هيك الستيروسيليا بتنطعج معه، تمام؟ فلما بتتحرك هاي الأشياء بتفتح عندي التيب لينكث وبصير عندي أكشن بوتنشل وبيحرك هاي الأشياء كلياتها. فالفكرة وين؟ إني أنا صار عندي الأوتوليثيك ممبرين هذا، شايفينه؟ الأوتوليثيك ممبرين صار إله ديفليكشن، تمام؟ لما صار إله ديفليكشن الستيروسيليا راح تتحرك برضو شيرينج موفمنت. طيب لما تحركت شيرينج موفمنت التيب لينكث اللي موجودة هون راح تفتح، لما تفتح التيب لينكث أول إشي بتعمله جينيريشن للأكشن بوتنشل، بطلع الـ high action potential بودي المعلومات للبرين، فبالتالي بضل أنا keeping my يعني بضل البالانس تمام، يعني بضل الإنسان متوازن. أوكي تمام، هلأ هيك رح نحكي عن خلصنا الفيستيبولار ميكانيزم، رح نحكي عن الأوديتري ميكانيزم. هلا الاوديتوري ميكانيزم بتعمل شغلتين مهمتين، السبيكترال اناليسز والتيمبورال اناليسز، تمام؟ اوكي، هلا سبيكترال اناليسز هاي راجعه للامبليتيود. طب راح احاول اكتب بخطي سبيكترال، بتعمل اناليسز للامبليتيود، راح نشرحها بالتفصيل.
التمبرال من تي، temporal analysis يعني للtime. اوكي كيف بتعمل analysis للamplitude وللtime؟ هلا رح نعرف. اوكي temporal in term of time. اوكي هلا قبل ما ابدا بدي اوضح لكم فكره. هلا فات انا عندي الصوت، تمام؟ اول ما يفوت الصوت على الاوديتوري ميكانيزم عشان انا بدي اسمعه، بتمسكه الكوكليا بتقول له تعال. قبل ما تفوت بدي اعمل لك تحليلين، بدي اعمل لك سبكترال اناليسز وبدي اعمل لك تيمبورال اناليسز. هلا التيمبورال اناليسز والسبكترال اناليسز لمين؟ للاكوستيك انبوت. طيب لو نبدا في السبكترال، هلا هي شو فكرتها؟ بتمسك الصوت بتحدد ال various frequency components in the in a signal، تمام؟ كيف يعني؟ بدنا نتفق اتفاق. هاي أنا الكوكليا فردتها، جيت فردتها هيك، تمام؟ مش هي زي التشيل. أنا هون فكيتها، عملتها لفة واحدة، تمام؟ راح ألاحظ إنه عندي هون لما فردتها هاي frequency البيز، وهي الابكس، الابكس لو فريكوانسي. فهون بدنا نكتب بيز وهون بدنا نكتب ابكس. سو لاحظنا انه لما فكينا الكوكليا انه البيز هاي فريكوانسيز والابكس لو فريكوانسيز. هلا بدنا نركز على شغله مهمه اللي هي شو فكرتها. كل مصطلح مهم جدا راح يضل معنا طول الفسيولوجي، اللي هو إشي اسمه tonotopically mapping. tonotopical mapping. هلا نرجع لهون، شايفين هذا اللي انا فردته من الكوكليا ايش اسمه؟ البازلال ميمبرين. البازلال ميمبرين البيس تبعه هاي والابكس لو، هذا هو البازلال ميمبرين. راح اسميه بي ام، بازلال ميمبرين. فالبازلال ميمبرين هو تونوتوبيكلي مابينج. اوكي شو يعني البازلال ميمبرين تونوتوبيكلي مابينج؟ يعني هذا البازلال ميمبرين هو مقسم بناء على الفريكوانسيز، يعني هو مش عشوائي، يعني هو مقسم هون هاي فريكوانسي معينة وهاي فريكوانسي معينة وهاي فريكوانسي معينة. يعني لو بدنا نوصفه بطريقة أبسط، شايفين البازلال ميمبرين أو الكوكليا؟ الكوكليا بدكم تتخيلوها زي كأنها بيانو. أوكي الكوكليا هي البيانو تبعنا. هذا البيانو، شو البيانو؟ في كبسات بتطلع أصوات معينة، وفي كبسات يعني كل كبسة إلها صوت معين، صح؟ والكوكليا البازل ميمبرين هو بيانو، كل فريكوانسي إلها مكان معين. هاي فكرة تونوتوبيكلي مابين. يعني مثلا إذا بدي أشوف فريكوانسي 250 بلاقيها هون، هذا يعني تونوتوبيكلي مابين. بس هاي المنطقة مسؤولة عن 250 ولا منطقة تانية مسؤولة عنها إلا هاي. ففكرة البازل الميمبرين هو البيانو تبعنا، كل كبسة بتطلع صوت، نفس الفكرة، كل فريكوانسي إلها مكان معين على هذا البازل الميمبرين. أوكي؟ طيب نرجع لموضوعنا. حكينا أنا عندي الاسبكترال أناليسز detecting the various frequency components in signal. كيف يعني؟ يعني مش إحنا حكينا بيجي الكوكليا بتمسك الصوت، تمسك هالصوت وبتحدد الفريكوانسيز الموجودين فيه. اوكي الكوكليا is responsible for the first level of auditory processing of signal. يعني مين هي المسؤول الاول عن البروسيسنج اوف سيجنال؟ اول واحدة بتعمل البروسيسنج للسيجنال اللي بتفوت هي الكوكليا. ليه؟ لانها هي فعليا عملت لها analysis spectral temporal، فهي اللي حددت، هي أول خط عملها processing لهاي السيجنال، حددت لما فاتت السيجنال حددت شو اللي frequencies اللي موجودين على هاد البازل ميمبرين اللي احنا رسمناها هلا، تمام؟
طيب بشو بتعمل processing؟ حكينا بتعمل processing للamplitude للsignal وللfrequency components، تمام، وبتحدد البيسك temporal aspects of the signal. basic temporal aspects of the signal in term temporal time. فهي راح تحدد الامبليتيود للسيجنال، السبكترال اناليسز الكوكليا از ويل، وراح تحدد الفريكوانسي كومبوننتس. يعني فات عندي صوت، اوكي، اجت الكوكليا، هلا راح نشرح كيف راح تحدده بالضبط. حددت لي انه هاي دي السيجنال اللي فاتت الفريكوانسي كومبوننتس تبعتها فيها هاي وميد ولو فريكوانسيز، والامبليتيود للسيجنال تبعها كذا، تمام. مين حدد لي هاي المعلومات؟ الكوكليا. من وين عرفتهم؟ من سبكترال اناليسز. كيف عرفتهم؟ هلا رح نشرح، بس الفكره انها هاي هي المسؤوله من وظائفها، وايضا identifying the basic temporal aspects of the signal in term of time. اوكي، فهلا نيجي نشوف كيف بينتقل الصوت انا عندي بالكوكليا. هلا انا شو اللي صار عندي؟ خلينا نشرح بالصوره اوضح. اوكي، هون الصوت فات على تيمبانيك ميمبرين، عمل فايبريشن، حرك الاوسيكلز. هلا وصلنا للستيبيز، مش هاي الستيبيز؟ اوكي، الستيبيز شو لاحظين مع مين شابكه؟ مع السكالا فيستيبولي، تمام. الستيبيز بتحرك السكالا فيستيبولي، تمام، تنقل الفايبريشن لإلها، فبالتالي الفلويدز اللي جوا السكالا فيستيبولي، تمام، بيمشي هيك للهلكتريما. وحكينا الهلكتريما هي مكان التقاء سكالا فيستيبولي وسكالا تمبوناي، فلما وصلت هذا الفايبريشنز للسكالا وحركت الفلويد للسكالا فيستيبولي، برضو تحركت السكالا فيستيبولي. بعدين صارت عندي هون السكالا تمبوناي، عفوا، فصارت عندي السكالا فيستيبولي عم بتضغط على السكالا ميديا عن طريق الرازنر ميمبرين، عم بيعمل داونورد الرازنر ميمبرين داونورد موفمنت. والهون اللي عندي اسمه البازيلر ميمبرين، البازيلر ميمبرين عم بيعمل ابورد موفمنت، اوكي، عم بيحرك. فلما هذا فات هيك حرك السائل اللي هون السكالا فيستيبولي وحرك السكالا تيمبانال، والبازل ميمبرين الريزنر ميمبرين عم بيعمل داونورد موفمنت وعم بيضغط على السكالا ميديا، والبازل ميمبرين عم بيعمل ابورد موفمنت وعم بيعمل بريشر فايبريشنز على السكالا ميديا. ايضا تحرك عندي كل الفلويدز في كل الكوكليا. حركه الفلويدز هاي لما تحرك السائل كله، هاي هي طريقه نقل الصوت. فانا عندي displacement اللي حرك لي السكالا فيستيبولي وضغط على الرازنر ميمبرين، بيروح للهيليكتريما، فبصير عندي حركة في السكالا تيمبوناي بتضغط على البازيلر ميمبرين فبتحركه للأعلى، بالتالي حركنا السائل كله. فإحنا حكينا بلشت الحركة من الستيبيز بتعمل compress الفلويدز in the scala vestibuli، الرازنر ميمبرين distended toward السكالا ميديا، والبازيلر ميمبرين بيروح تجاه السكالا تيمبوناي، تمام. وحكينا لو نيجي نطلع من هون بسؤالين، شو نوع الموفمنت تبعت البازيلر ميمبرين؟ الجواب upward. طيب شو نوع الموفمنت تبعت الريزنر ميمبرين؟ الجواب downward. اوكي، بهمني هاي المعلومة. شايفين هذا عم بتحرك لتحت الريزنر عشان يضغط سكالة ميديا، وهذا عم بتحرك للأعلى، وهيك حركنا السائل كله، هيك نقلنا الصوت. نفس الرسمة بس بتوضيح أكتر. هاي عندي نفس الأشياء، إذا في أي سؤال. هاي إذا عندي هون الحركة بتصير سكالا فيستيبولي وسكالا تيمباناي وسكالا ميديا وإلى آخره. أوكي، تمام. هلأ في عندي خاصية أيضا بتعملها الكوكليا، وهي اسمها frequency separation. شو يعني frequency separation؟ هلا اول اشي شو يعني frequency؟ frequency هي ال vibrations اللي هي number of vibration per second، يعني عدد الاهتزازات اللي بتصير بالثانية، هاي بنسميها ال frequency، تمام. عشان انا احدد الساوند شو ال frequency تبعته، بحسب number of vibration per second. فالcycle duration اللي هي time ويساوي واحد على الفريكوانسي، cycle duration يعني للدورة الواحدة، تمام. فالفريكوانسي فرضا الفريكوانسي بتساوي واحد، وانا عندي على التايم
كرول يعني، والاف فريكونسي والتي تايم، واكيد وحدة الفريكونسي هرتز، وحدة التايم ملي سكند. ليش ملي سكند؟ لانه احنا بنحكي عن اجزاء من الثانية، وهي يعني بسرعة هائلة بتصير حتى يوصل الصوت بنفس الوقت تقريبا. تمام اوكي. هون بيحكي لي انه فون بيكسي هو لاحظ انه اذا انا دخلت صوت بيور تون، اذا انا جبت واحد وسمعته بيور تون، تمام، سمعت هذا الانسان بيور تون، لاحظ لما سمعه على الكوكليا لاحظ انه characteristic pattern of vibration is produced on the basilar membrane. شو يعني؟ لاحظ نمط معين من الفايبريشن، تمام، صار على البازلر ميمبرين. اوكي هذا بيوضح رسمتنا. هذا العالم لاحظ هاي البازلر ميمبرين تبعنا اللي رسمناه، لاحظ انه انا لما فوتت بيور تون لاحظ انه في باتن معين على معين صار على البازلر ميمبرين. يعني مثلا لنفرض انه هو هيك لاحظ انه هاي البازلر ميمبرين لما فوت البيور تون لاحظ انه هيك، بعدين هو صار هدوء، بعدين رجع هيك، بعدين هيك. فهذا نمط معين، كل ما يدخل بيورتون لقى انه البازل ميمبرين بتحرك بنفس الطريقة. فهذا الاشي الهمه انه في عند الهمه انه انا في عندي خاصية اسمها frequency separation. تمام اوكي، لانه مش معقول انه الاشي مش عشوائي، انه كل ما عم بتفوت بيور تون نلاحظ انه في باترن معين للفايبريشن بنلاقيه على البازل ميمبرين. ففي اشي اسمه الترافيلينج ويف. هلا الترافيلينج ويف شو فكرتها؟ فكرتها انه الاكشن ذات ريزلت وين ذا فايبريشن انترينج ذا اير كوز ا موفمنت ان ذا بازل ميمبرين. يعني انه لما بفوت عندي صوت على الدان، تمام، الاكشن اللي بيعمل لي فايبريشن بيعمل لي موفمنت على البازلر ميمبرين. يعني بشكل اخر انه البازلر ميمبرين بصير له displacement due to function of frequency. يعني البازلر ميمبرين بيتحرك حركه معينه بسبب يعني او كوظيفه للفريكوانسي. تمام، هاي فكرة الترافيلينج ويف، انه الفايبريشن اللي بتصير مجرد ما فات صوت على البازل الميمبرين هاي سببها الفريكونسي. اوكي، فالباترن اوف فايبريشن كوريسبوندز تو ذا انبوت فريكونسي. يعني مين بيحدد لي نمط الاهتزازات اللي بتصير؟ مين بيحدد لي انه الاهتزازات حتصير هيك ولا الاهتزازات حتصير هيك هيك هيك؟ حسب الفريكونسي اللي بتفوت. اذا فاتت فريكونسي هاي راح الاحظ هاي فريكونسي، راح الاحظ لاني انا حكيت انه البازل الميمبرين مقسم البيز هاي فريكونسي والابيكس لو فريكونسي، وانا فوتت صوت هاي راح الاحظ انه كل الفايبريشن راح الاقيها على الهاي منطق، لانه هو فات صوت هاي فحيحفز المنطقة الهاي. اوكي ليش؟ لانه هاي فريكوانسي حفزت، مش قلنا البازل ميمبرين تونوتوبيكلي مابينج، فحتحفز المنطقه الخاصه في الهاي فريكوانسي. فالفايبريشنز موف along ذا بازل ميمبرين اند بيكس ات ذا بليس ذات ات از tuned تو ذا ساوند ذن دايز اواي. اوكي هلا المنطق شو بحكي؟ هاي انا عندي البازل ميمبرين، وحكينا كمان مرة عندي هون هاي وهون لو. لنفرض أنا فوتت 500، هاي 500، أوكي 500 هرتز. هلا إحنا 500 هي لو فريكونسي أو تعتبر ميد فريكونسي تقريبا، هيها هون، تمام. فأنا هلا بدي أفوتها هي باللون الأحمر، بدي أفوتها هون، بدي أشوف كيف حركتها كفايبريشنز على البازل ميمبرين. أوكي فات الصوت، شوفوا كيف راح نعمل، راح يمر هيك على هاي، يعمل هيك إشي بسيط، وهاي مقصود الرفعة إنه مش فلات 100%، بفوت وبعدين بضل ماشي. وين عمل البيك تبعته؟ على 500.
ليعمل الخمس على البيك تبعته على 500، لانه احنا اتخيلوا انه هذا البيانو تبعنا، انا بدي اعمل صوت 500 هرتز، بروح بكبس على كبسة ال 500 هي اللي راح تعطيني الصوت اللي انا بدي اياه، تمام؟ لكن بنفس الوقت هذا ما بضله ساكن 100%، لانه انا فعليا ما بقدر انط عنهم وافوت على 500 مباشره، انا مجبر اني انا افوت على الهاي فريكوانسيز اعمل فيها حركه بسيطه، اوكي، بس مش مسموعه. حتى لو انا معي صوت لو فريكوانسي، ركزوا هون، حتى لو معي صوت لو فريكوانسي راح يمر على منطقة الهاي لأنه مستحيل ينط يعني، ولما بوصل على المنطقة اللو اللي هو بده إياها أو اللي هو الفريكونسي اللي أنا مفوتيتها ماتشنج معه، بيعمل البيك على مكانه، فالفايبريشن موف ألونج ذا بازل ميمبرين، على طوله بتتحرك بتعمل البيك على البليس تبعها، then شو بصير فيها؟ dies away. أوكي، ليه dies away؟ لازم الصوت يوقف، لازم الصوت يوقف بعد ما يوصل البازل ميمبرين. طب إذا ما وقف ضل مكمل، إذا ضل مكمل وين شو بتصير عندي المشكلة؟ إذا ضل مكمل بصير عندي صدى، أوكي، يعني الصوت بيعكس نفسه، أو بصير عندي تينيتس، طنين، أوكي. فهاي أسباب إني أنا لازم الصوت يصير له dies away. أوكي، فهاي الصورة لطيفة بتوضح لي اللي عم بصير. هاي فات الصوت، لاحظوا هون عم بيعمل vibration إشي كتير بسيط، لأنه هو هون بده يوصل mid frequency تقريبا، بس لازم يمرق على الهاي، بس عمل البيك تبعته في مكانه، بعدين شوفوا هون dies away، ما عمل ولا أي vibration. ليه؟ لأنه إذا كمل أنا بضل عم بسمع صوت بمنطقة أنا ما حفزتها. طب ليه أنا عم بسمع صوت بلاقي إني أنا عم بسمع طنين في أذني؟ لأنه تحفزت منطقة مش مفروض تتحفز، أو بلاقي إني عم بسمع صدى. أوكي، فهاي عندي البيز حكينا اللي هو هاي فريكوانسيز، هاي عندي الابكس اللي احنا عم نحكي عن بازل ميمبرين، وهاي عندي اشي اسمه الانفلوب. الانفلوب اللي هو بيلحق الويف، يعني بيلحق الويف او اللي هو بيلحق الترافيلينج ويف. ترافيلينج ويف ليش؟ لانه احنا هي فعليا بتضل ماشية وبتعمل البيك عند المكان تبعها، اوكي. فالانفلوب بيلحق الويف والبازل ميمبرين phenotypically mapping. فاحنا بدنا نرجع انه نحكي عن الريزونانس فريكوانسي هي اللي بيحدث عندها الماكسيمم، تمام؟ فاحنا بنقدر نسمي الفريكوانسي هاي اللي بصير عندها البيك الريزونانس فريكوانسي، بنقدر نسميها الكاركترستيك فريكوانسي ايضا. فاذا فات صوت لو على منطقه لازم يفوت على الهاي يعمل شوي vibrations بسيط بس غير مسموع. شو وظيفته؟ شو صفته عفوا؟ غير مسموع لبين ما يوصل الابكس تبعته، تمام؟ اوكي، هلا الانفلوب بدنا نعرف عنه معلومه انه بيكون هاي للسمول، هاي فريكوانسي بيكون لهم انفلوب سمول، واللو فريكوانسي بيكون لهم الانفلوب وايد. اوكي، فلو بدنا نحكي الهاي، خليني اكتب هاي فريكوانسي، بيكون الانفلوب تبعهم شو صفته؟ سمول، اوكي. واللو فريكوانسي، واللو فريكوانسي بيكون الانفلوب تبعهم وايد. طبعا هذا الاشي بيرجع بذكرني بشو؟ بالامبليتيود. لاحظوا الهاي فريكوانسي الامبليتيود تبعها هيك بيكون، عشان هيك اللو فريكوانسي الامبليتيود تبعها وايد، هيك بتكون يعني بتكون واسعة. فمنطقيا اللو فريكوانسي حيكون الانفلوب اللي بيلحقها وايد، والهاي فريكوانسي حيكون الانفلوب سمول. كمان في عندي معلومة انه ليش الهاي فريكوانسيز موجودين، مش احنا، خليني ارجع للي قبل، ليش الهاي فريكوانسيز هون موجودين على البيز تبع اللو فريكوانسيز واللو فريكوانسيز موجودين على الابكس؟ برضه في لها سبب اللي هي بترجع للويف لينث، يعني الهاي فريكوانسي الويف لينث حكينا تبعها صغير الهاي، فعشان تفوت بسرعه وتوصل على المكان تبعها قبل ما تتكسر خليناها هون
عالبكير توصل. يعني ربنا خلق الكوكليا بهاي الطريقة، لكن اللو فريكونسيز الامبليتيود تبعتها وايد، فلو مثلا بدها توصل ما بتتكسر معها وقت، فعشان هيك هي هون. تمام، هاي احدى التفاسير يعني اللي موجودة عن ترتيب الكوكليا. اوكي نتابع. فإحنا حكينا عن إنه الـ high frequency موجودة على الـ basilar turn of the cochlea اللي هي البيز، وحكينا إنه الـ low frequency موجودة على الـ apex of the cochlea. هاي لما أنا فكيتها هاي الـ apex، شايفين 200 400 لحد الـ 2000 يعني كلها هاي تعتبر low frequencies تقريبا. الـ 1500 والـ 2000 هدول mid frequencies. طلعوا البيز 20000 7000 هدول هاي فريكوانسيز. هلا الانسان الطبيعي مستوى سمعه in term of frequencies بيسمع من 20 هرتز ل 20000 هرتز، من 20 ل 20000. لكن احنا ال speech range frequencies من 250 هرتز ل 8000 هرتز. حتى لبعدين اذا بتلاحظوا بفحص البيور تون، احنا بالفحص بنفحص بس من 250 هرتز ل 8000 هرتز في اغلب الحالات. ليه؟ لانه هاي السبيتش رينج، الباقي مش كتير مهم. اوكي، فهون وضح لي انه in terms of high frequencies لم البيز هون، شايفين هون صار عندي البيك للألفين، هي mid frequency للألفين، ولما عملنا 200 هرتز هي low frequency، هاي راحت على الابكس. اوكي، حسب انه tonotopically mapping. لاحظوا الانفلوب، هاي الانفلوب اللي لاحق الويف هون سمول، ولاحظوا هون قديه لارج، او خلينا نحكي مش لارج، وايد. ليه وايد؟ طلعوا الويف لينث تبعها كيف، وطلعوا هاي الويف لينث تبعها كيف، الامبليتيود. اوكي، فهون عندي اوكي اللو فريكوانسيز، وهون عم بورجيني توضيحي انه لما بده يفوت low frequencies، وهون قلنا high frequencies بيعمل basal membrane displacement، هون صار عندي بس بيمر على ال high frequencies. وهون ايضا اذا كان عندي mid frequencies زي الالف، راح تفوت على ال pace، بعدين تمشي distance تبعتها لتوصل لعند الالف وتعمل peak، وبعدين dies out. اوكي، وهي اعطاني هون هاي فريكوانسيز وكيف بتعمل الديسبليسمنت تبعها هون، لانه تونتوبكلي مابينج. فنرجع للترافلينج ويفز، حكينا انه البازلر ممبرين بصير له ديسبليسمنت از ا فانكشن اوف فريكوانسي، يعني نعتبر الفريكوانسي زي الاصبع تبعنا على البيانو، الصوت او الحركه تبعت البيانو حتصير لما انا بعمل بحط اصبعي على الكبسه. نفس الفكره، الفريكوانسي هي راح يصير حركه او displacement، مش اسمها movement، اسمها displacement للبازل ممبرين as a function للفريكوانسي، بتفوت الفريكوانسي بتعمل displacement للبازل ممبرين. So this is the base and this is the apex، وحكينا ال different frequencies كيف عم بيستجيب لهم بالضبط زي ما حكينا بيانو. وهيك بنكون خلصنا، يعطيكم العافية. بس إذا بضيف لكم معلومات، إنه حكينا الوايد انفلوب بيكون مع اللو فريكونسيز، لازم يمر على البيز والأبكس، وحكينا إنه ترتيب الهاي فريكونسيز بالأول عشان الويف لينث تلحق توصل. في عندي معلومة اللي هي الريزونانس فريكونسي، هي اسمها الكاركترستيك فريكونسي، واللي هي بصير عليها الماكسيمم ديسبليسمنت. فالفريكونسي سيبريشن، قلنا انه البازل ممبرين كل جزء له ريزونانس معين، لهيك بصير عندي انه كل فريكونسي حيصير لها مكان معين تعمل عليه البيك. ويعطيكم العافية وبالتوفيق. أي أسئلة بتمنى ترفقوها، والتوفيق.